بسم الله الرحمن الرحيم. بشكر حضراتكم على تشريفكم لينا للاطلاع والتعرف على آخر المستجدات. احنا في إطار اجتماع الجمعية العمومية للأحزاب السياسية المصرية، مبادرة المشروع الموحد اللي بيتناول فقرات المواد في قوانين الانتخابات الثلاثة التي طعن عليها بعدم الدستورية وقضي في بعضها ولم يقضى في البعض الآخر نظرا لانتفاء الشكل من حيث الصفة أو المصلحة أو لعدم تسبيب الطعون. عقدت ورش عمل في اليوم الأول بعد جلسة افتتاحية، تم التصويت فيها على أجندة ورش العمل والتي أتت من مخرجات ما تيسر لدينا من الأحزاب السياسية التي أرسلت مقترحات. صغنا أجندة لورش العمل لثلاثة أيام، تم التصويت عليها في إطار ممارسة ديمقراطية كما وعدنا في الدعوة التي تقدمنا بها. قبلت الأجندة وبناء عليه تم سير العمل وفقا لهذه الأجندة، والتي بدأت بورش عمل في اليوم الأول تناولت قانون مباشرة الحقوق السياسية والمدنية، واليوم كان قانون تقسيم الدوائر، وغدا إن شاء الله يكون قانون مجلس النواب. المخرجات النهائية حيتم التصويت عليها غدا في جلسة ختامية يعلن عن هذا المشروع والتوصيات الختامية في نهاية اليوم غدا بإذن الله. أي أسئلة لحضراتكم بقى حوالينا؟ احنا تناولنا مواد 2 و16 و25 و33 و57. لانه في ورش العمل اللي انعقدت رأت ان هناك مآخذ دستورية يمكن ان يطعن عليها فتداولتها في ورش العمل وانتهت الى مخرجات سوف يتم التصويت عليها في نهاية مجموعة ورش العمل غدا بإذن الله. لا، الأصل في الطرح اللي طرحناه في المبادرة المواد المطعون التي قد سبق الطعن عليها بعدم الدستورية، في منها تصدت له المحكمة وفصلت فيه، وفي جزء آخر لانتفاء الشكل رفض لعدم وجود صفة أو مصلحة أو أن مقدم الطعن لم يسبب الطعن، وفي هذه الحالة لا تتصدى المحكمة الدستورية وتفصل فيها، لكن أهدت إلينا مفوضية الدستورية بمثابة رقابة سابقة على القوانين، رقابة دستورية سابقة على القوانين، هدية للمشرع كان يجب أن يهتدي بها. إحنا في إطار ورش العمل اللي إحنا مارسنا فيها دورنا ده اهتدينا بما أهدته إلينا تقرير مفوضية الدستورية، وفي هذا الإطار رأينا أيضا بعض المواد التي لم يكن قد سبق الطعن عليها معرضة لأن يطعن عليها بعدم الدستورية، ومن هنا جاء دور اللجان في ورش العمل أن تجنب هذه المواد عوارا دستوريا، وكان ذلك في مخرجات هذه الورش. يبنى على التجمع العظيم ده اللي أثرى وجود هذه الأحزاب الفاعلة في الحياة السياسية المصرية، يبنى على تجمعها وتوحدها الآن الكثير من الآمال إن شاء الله. شارك بأوراق العمل بتاعته لانشغاله بالجمعية العمومية الغير عادية اللي عنده، لكن هو أرسل أوراق العمل لكل ورشة عمل برأيه في ما يتعلق بقانون بشر الحقوق السياسية والمدنية وقانون تقسيم الدوائر، وأيضا كان في أرسل إلينا فيما يتعلق بقانون مجلس النواب. بالنسبة لجلسة التصويت أفندم؟ لا، هو أرسل أوراق العمل، أنا محدد جدا بقول لحضرتك أرسل أوراق العمل بتاعته عشان تداولها في مخرجات اللي بتخرج من ورش العمل. لجنة الصياغة بتتلقى كل ما يخرج من ورش العمل، أيضا كان من بين المطروح أمام لجنة الصياغة مقترحات حزب الوفد، وهو موجود بكرة إن شاء الله.